الطوابع البريدية ليست هي مجرد قصاصة بريدية نخلص بها معاملة بريدية أو إرسالية معينة من دولة إلى دولة، بل هي رسالة لمجتمع معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات في حلقة جديدة من حلقات مجتمع أوكيو. نستضيف اليوم مالك الشكيلي، مشغل حقل بمجمع لوا للصناعات البلاستيكية. حياك الله مالك. شكرا لك أحمد، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف معكم اليوم إن شاء الله. طبعا مالك فاز بالميدالية الفضية بمعرض الشارقة للطوابع البريدية، نبارك لك هذا الإنجاز. وحابين نسألك، من وين كانت البداية؟ كيف بدأ شغفك مع جمع الطوابع البريدية؟ شكرا لك أحمد، الله يبارك فيك، الحمد لله على الإنجاز الأخير. من سلسلة إنجازات سابقة كانت تباعا من بداية في العام 2011 للاحتراف في عالم هذه الهواية، ولكن البدايات كانت من أيام الدراسة الابتدائية والإعدادية. الحقيقة كانت البداية هي استهوتني في أحد مواد دراسية، مادة اللغة الإنجليزية، هي تعلمك طريقة جمع الطوابع، ولكن أنا أعتقد هذاك الفترة كانت تعليم يعني خاطئ، أنك يرشدك إلى نزع هذا الطوابع من الأظرف، فطريقة خاطئة. بعدين يعني إحنا اكتشفنا هذا الشيء أنه هذا الطريقة خاطئة. طبعا أنا في معظم لقاءاتي أسلط الضوء على هذا الشيء عشان كما تقول يعني نجنب الآخرين أو الهواة الجدد اللي يدخلوا في الهواية لاتباع هذه الطريقة الخاطئة. فإحنا كما تقول يعني هذا الظرف أصلا بحالته الطبيعية إذا كان عليه الطابع هو قيمته المعنوية والتاريخية أكثر من ما أنت إذا انتزعته من هذا الظرف. فالبدايات كانت يعني في مادة دراسية، الحقيقة استهويت الطوابع البريدية، بعدين بديت أجمع، ثم بدينا الحمد لله في عالم الاحتراف والمشاركات في المعارض الدولية. بداية كانت معارض محلية ثم خليجية، بعدين اتجهنا للمعارض الآسيوية والدولية. أول معرض كان في الشارقة أذكر في 2011، كان في عرض عن الزهور في الوطن العربي. طبعا عالم الطوابع هو أو عالم المشاركات في المعارض الدولية هي ما عملية جمع طوابع كما المعظم يعرف أنها بس مجرد عملية عرض، بل هي عروض تنقسم بين الموضوعية والتاريخية وكذلك التقليدية. جميل جدا مالك، أنت تتحدث الحين عن الطوابع، وإحنا نعرف أصلا قيمة الطوابع في نشر الثقافة ونشر بعض الرسائل المهمة، ويعني كنا نشوف في الصور والكتب وكذا يعني أحيانا بعض الصور الطوابع اللي يكون فيها رسالة هادفة أو فيها تحب تنقل فكرة معينة. هل كان توجهك مثلا أو الإعجاب ببعض تلك الطوابع اللي توجه رسالة معينة للمجتمع؟ بالفعل كما قلت أخوي أحمد، الطوابع البريدية ليست هي مجرد قصاصة بريدية نخلص بها معاملة بريدية أو إرسالية معينة من دولة إلى دولة، بل هي رسالة لمجتمع معين. على سبيل المثال أنت تصدر طابع عن الثقافة العمانية، هذا الطابع يسافر مع هذا الرسالة إلى أحد دول العالم، هناك يتعرف على ثقافة بلدك. هي يعني نبغى نغير الفكرة من مجرد قصاصة ورقية لتخليص جمركي أو شيء إلى أنها شيء ثقافي أنا عرفتها وكأنها تقويم سنوي. تصدر هذا الطوابع لمناسبات معينة تثبت لك تواريخ. الحين على سبيل المثال آخر إصدارات العمانية هو إصدار العيد الوطني، هذا الطابع يثبت لك تاريخ 18 نوفمبر من كل عام، هناك احتفال في سلطنة عمان هو احتفال بالعيد الوطني. الحين هذا الطابع لما يسافر مع هذا الرسالة إلى خارج عمان يتعرف الشعوب العالم على أنه 18 نوفمبر هو العيد الوطني في سلطنة عمان. فرسالة الطابع كبيرة جدا، وهي تعلمك على ثقافات مختلفة من مختلف دول العالم، تتعرف على ثقافات عالمية، على تاريخ معين، فترة وحقبة معينة من التاريخ، كذلك تتعرف على بعض الأمور، طبيعة بعض الدول، كذلك احتفالاتهم السنوية. على سبيل المثال هناك يعني عندهم احتفالات معينة، مناسبات معينة، تتعرف على هذه المناسبات. ممتاز. وإحنا نتكلم عن الطوابع مع دخول التقنية ومع دخول الحداثة، كيف ممكن الجيل الجديد تقبل فكرة الطوابع؟ وهل لاحظت مثلا إقبال من الأجيال القادمة لهواية جمع الطوابع على سبيل المثال؟ بالفعل كلام صحيح 100% أخوي أحمد، هناك تراجع كبير في هواية الطوابع البريدية. هي فيها عدة أسباب، من دخول العولمة
أو عالم الإنترنت من الألفينيات وإحنا وقايين، صارت مسألة الاهتمام بالطوابع البريدية اهتمام أقل. يعني صار حتى جيل الاهتمام بالطوابع هو الجيل السبعينات والثمانينات تقريبا، اللي هو الكبار هذا. ولكن احنا الحمد لله دخلنا على الخط وكنا من ضمن هذا الناس ودخلنا في عالم هواية الطوابع البريدية. ولكن هناك برامج دائما توعوية وبرامج حث الأجيال على الاهتمام بهذه الهواية. في بعض الدول هناك اهتمام كبير وعلى بث ثقافة هذه الهواية، لأنها في الأخير هي هواية ثقافية تعرف الناشئة على مناسبات عديدة، على ثقافات عديدة، على البحث والتقصي. ليس فقط أنك تجمع وتحطها في الألبوم على سبيل المثال، لكن تبحث أنت عن هذا الطابع، إيش مناسبته، ليش مصدور في هذا التاريخ، إيش كان هذا التاريخ، متى أول إصدار صار له، عشان أنت تتعرف هذا متى بدأت على سبيل هذه المناسبة. العيد الوطني بدأ في العام 1900 مثلا، نحتفل بالعيد الوطني كان في 1970، كان العيد القومي يسمى، ثم تغير بعد 1974 إلى العيد الوطني، كان مسمياته مختلفة إلى عام 1974 تغير الاسم إلى العيد الوطني كما نعرفه حاليا. جميل جدا. بالفعل يعني الطوابع البريدية كانت يعني مثل ما كتب أحد الكتاب، هي كانت واجهة الحضارات لنقل أخبارها وعلومها. مالك، بحكم عملك كمشغل حقل في مجمع لصناعة البلاستيكية، هل تواجه صعوبة يعني في التوفيق ما بين العمل وممارسة الهواية؟ الحقيقة في هذا الجانب هناك بعض الصعوبات، بحكم على سبيل المثال حكم الدوام المناوبة، ربما هناك يعني على سبيل المثال التزامات للمشاركات الخارجية، أحيانا الارتباط بالعمل يسبب بعض العراقيل لذلك. ولكن بقدر المستطاع نحاول، إن شاء الله نحاول ونستمر في المحاولة بالتوفيق بين العمل وكذلك الاهتمام بهذه الهواية ومشاركاتنا الخارجية والتزاماتنا الخارجية. خبرني مثلا موقف طريف صار لك أثناء مثلا محاولتك لجمع أحد الطوابع، أو موقف مثلا واجهت فيه صعوبة أو تحدي في سبيل الحصول على الطابع البريد اللي كنت يعني راغب فيه. في هذا الجانب كما ترى احنا خلنا نعرف انه هناك احيانا العرض والطلب في الطوابع هو نفس البورصة. احيانا في على سبيل المثال في عندنا طوابع معينة اصدرت بكميات محددة، نفذت من السوق او من الموجود في السوق، الحين هنا في صار شح عادي، قيمة الطابع يوصل لك بالملايين، هذا غير مستغرب. هذا القصاصة الصغيرة ملايين قيمتها، أغلى طابع انباع في مزاد قبل تقريبا شهر أو شهرين بريطاني قيمة 8 مليون دولار. أوه ما شاء الله، سعر غير يعني غير بسيط، يعني سعر كبير جدا كبير. فدائما هذا يواجهنا أيضا في الطوابع العمانية، في مجموعة من الطوابع العمانية تقريبا موشحة كانت قيمتها فوق 750 ريال عماني، ما شاء الله، فمبلغ كبير. فهذا من بين الأمور اللي يجهلها يعني البعض أو تخفى على البعض، أنه الطوابع أحيانا قيمتها كبيرة، فالهواية صعبة ليست بالسهلة، ولكن مع المثابرة والاجتهاد والبحث إن شاء الله تكون سهلة وجميلة وممتعة. نشكر لك حضورك اليوم مالك في حلقة هذا الأسبوع من مجتمع أوكيو. كلمة أخيرة توجهها للأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. شكرا لك أحمد على الاستضافة، إن شاء الله نتمنى قدمنا ولو القليل من معاني هذه الهواية. نتمنى إن شاء الله مستقبلا نبث ثقافة هذه الهواية على مجتمع أوكيو إن شاء الله، بعمل بعض الفعاليات وتعريف الموظفين وأسرة أوكيو ككل بهذه الهواية بإذن الله، ويكون هناك معنا هواة جدد في هذه الهواية من مجتمع أوكيو بإذن الله. مالك، وشكرا للجميع على حسن الاستماع.